بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي وأكبر بسم الله وأتلذذ بالصلاة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، روى أبو داود في سننه بسند حسنه الألباني أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلين بالحراسة، أمر رجلا من المهاجرين ورجلا من الأنصار. فلما خرج رجلان اضطجع المهاجري وقام الأنصاري يصلي، فأتى رجل من المشركين فرأى الأنصاري يصلي فأخذ سهما فرماه به فوضعه فيه، يعني استقر السهم في جسده، فنزعه المصلي الأنصاري ورماه، ثم أكمل صلاته. فرماه بسهم ثان فاستقر فيه فنزعه وألقاه ثم أكمل حتى رماه بثلاثة أسهم، لكن بعد السهم الثالث ما استطاع الأنصاري أن يستحمل، فركع وسجد. ثم انتبه صاحبه المهاجري، فلما رأى المشرك أنهم أحسوا به وعرفوا مكانه هرب، ورأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء فقال: سبحان الله، ألا نبهتني أول ما رمى؟ يعني كنت أخبرتني من السهم الأول. تدرون ماذا قال الأنصاري الذي كان يصلي؟ قال: كنت في صورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها. نعم، كان يصلي يتلذذ بالقراءة والصلاة فلم يرد أن يقطع تلك اللذة. سبحان الله، هل يوجد شيء كهذا في الدنيا؟ هل هناك إحساس يصل إلى هذه الدرجة؟ بل أكثر، انتظر حتى نرحل معا إلى أحلى عبادة في العالم. أحلى عبادة في العالم هي الصلاة، التي إذا سلمت وانتهيت منها تحس براحة وأنك فعلا قد ارتويت. ابن الجوزي يقول عن صلاتهم، يقول: إنا في روضة طعامنا فيها الخشوع شرابنا فيها الدموع. أصلا إذا كنت ترى جسم الخاشع على كوكب الأرض فروحه في الحقيقة تجول وتسبح في مكان آخر، أتدري أين تذهب روحه؟ روحه تحوم حول العرش، عرش الرحمن، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد يقول قائل: لكن هذه اللذة يعني عند السابقين من السلف وفي العصور المتقدمة وليست في هذه الأيام. سبحان الله، من قال هذا؟ ذاق هذه اللذة أناس مثلك ومن عمرك ومن قبل فترة بسيطة أيضا. أقمنا دورة بنفس عنوان هذا البرنامج: كيف تتلذذ بالصلاة؟ بلغ عدد الحضور أكثر من 25,000 من الرجال والنساء. لماذا؟ لأن الناس محتاجة بشدة إلى هذا الأمر، يريدون أن يتلذذوا بالصلاة، يريد الواحد أن يرتاح. وبعد أن عرضنا أسرار الصلاة وكيفية الوصول إلى تلك اللذة، بدأ صلاتهم تتغير عما كانت عليه في الماضي. ولست أنا الذي غيرها، ولكن الله هو الذي غيرها. لما عرف هؤلاء طريق الخشوع تغيرت صلاتهم. فضل الله وحده، أجرينا استبيان، كانت نسبة الذين تغير صلاتهم أكثر من 90% من الحضور، الحمد لله، بحسب دراسة موثقة. فمن قال لك أن اللذة هذه فقط للسابقين؟ من المشاركات التي وصلتنا في الاستبيان، هذه إحدى المشاركات تقول: أنا متحسرة على كل صلاة صليتها في السابق. أحد المشاركين في الاستبيان يقول: بعد المحاضرة صليت أحلى صلاة عشاء في حياتي. إخواني، أنا لما رأيت الناس من حولي كيف يتغيرون إذا اكتشفوا هذه الأسرار، أحببت أن تذوق والذي ذاقه فقط، لا أكثر لا أقل. أريدك أن تذوق لذة الصلاة كما ذاقها هؤلاء، هذا الشيء العجيب الغريب. متى تأتي هذه اللذة؟ ومن أين تأتي؟ كيف تسلب؟ ومتى تذهب؟ وإذا أتت فلماذا لا تستمر؟ وكيف أجعلها تستمر؟
إنها سر من الأسرار كما يسميها ابن القيم. ولكي تكون من الذين هم في صلاتهم خاشعون لا بد أن تكون لديك مفاتيح الصلاة، وللصلاة أسرار ومفاتيح كثيرة، منها مفتاح سحري غير صلاة الآلاف. هذا المفتاح من مفاتيح الصلاة غير صلاة الآلاف. إحدى الأخوات التي استعملت هذا المفتاح تقول: المفتاح السحري فعل بي الأعاجب. عندي داخل هذا الظرف المفتاح السحري للخشوع، جربه الكثيرون فكان مفعوله عليهم كالسحر، سحر حلال كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن من البيان لسحرا. نعم، إن للخشوع بابا مفتاحه موجود هنا في الداخل، وسأفتحه في حلقة من الحلقات عندما يحين وقته. يعني أنا لا أقول أنها في آخر حلقات، لا لا، بل قريبا إن شاء الله في الحلقات القريبة القادمة. أخي الكريم، هذا ليس برنامجا ثقافيا فحسب، هذا برنامج تدريبي يدربك على بلوغ لذة الصلاة وحلاوتها. وهل تظن أني أنا الآن أبالغ؟ والله الذي يسمعني الآن وقد جرب يعرف أني لا أبالغ، يعرف ما الذي أقصده. ومن لم يجرب فلينتظر حتى يتذوق الذي ذاقه هؤلاء. معقولة ما جربت الصلاة؟ ما جربت لذتها إلى الآن؟ ما ذقت حلاوتها؟ والله مسكين الذي لم يذق حلاوة الخشوع ولذة الصلاة. أخي الكريم، أختي الكريمة، أنا الآن بين أيديكم فاتح ذراعي، أدعوكم إلى صلاة لذيذة تشفي الصدور وتطرد الهموم وتزيل الغموم، تريحك. هذه الصلاة تريحك. أنا أعلم والله أنه لربما لديك بعض الضغوط النفسية أو الهموم العائلية، لعل مشاكل العمل هي سبب، أو بعض الديون. أنا أعرف شعورك، والله أعرف شعورك أنك تحتاج إلى أن تريح قلبك وتسعد فؤادك. والله ثم والله لن تجد أحدا يعطيك الراحة إلا الذي يملك الراحة. من هو الذي يملكها؟ الذي يملكها هو الله. وقد أخبرنا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أنها في الصلاة، فكان يقول لمؤذنه: أقم الصلاة، أرحنا بها يا بلال. هل تحبون أن نبدأ؟ طيب، هناك شيء يجب أن تغيره في صلاتك، مفهوم. كثير من الناس يظن أن الخشوع في الصلاة هو فقط ألا تسرح، أن تكون حاضر القلب، أن تكون فقط غير شارد الذهن. يجب أن نغير هذه الفكرة. يجب أن تعلم أن حضور القلب ويعني عدم سرحان هذا فقط أول خط، هذه أول معاني ومعاني أسرار الصلاة ولذتها، أول هذه المشاعر، وإلا هناك بعد ذلك أعماق وأعماق. أتريدون أن نأخذ عمقا من هذه الأعماق؟ تابعونا بعد الفاصل. بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي وأكبر باسمي. بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، اتفقنا قبل الفاصل على ألا تكون غايتنا هي فقط عدم السرحان في الصلاة، بل يجب أن نغوص فيما هو أعمق وما هو أفضل وأكثر لذة وما أحلى لذة الصلاة. لهذا يجب أن تعلم أن حضور القلب هو فقط أول هذه المعاني وأول هذه المشاعر، وإلا فهناك بعد أعمق من حضور القلب فقط. أول شعور مشاعر الصلاة هو حضور القلب، يعني ألا تسرح، هذا أول شيء المطلوب منك، ألا تسرح. بعضهم يقول يعني حضور القلب ليس سهلا وأنا سأحاول أن أحضر قلبي. يا أخي لا يحتاج أن تحاول، لا يحتاج. كثير من الناس يجاهد على هذا الشعور، وأنا لا أدري لماذا يجاهدون عليه. المفروض أنه لا يحتاج منك أن تجاهد عليه. لماذا؟ لأنه وببساطة لذة حضور القلب مع الله في الصلاة أعذب بكثير بكثير من لذة السرحان. حضور القلب أعذب وألذ من السرحان. ما الفرق بين صلاة من هو يعيش حالة من أحوال أهل الجنة في الخشوع واللذة والراحة، وبين صلاة غير الخاشع؟ كلهم يفعلون نفس الحركات وكلهم يأخذون نفس الوقت، ما الفرق؟ الفرق هو حضور القلب. إذا أحضر قلبك يا أخي، 10 دقائق فقط أحضر قلبك فيها، لا تفكر بالدنيا 10 دقائق،
ثم إذا سلمت من الصلاة فكر بالدنيا إلى الصبح. أما يستطيع الواحد منا أن يمسك نفسه 10 دقائق؟ أخي الكريم، نحن نصلي في اليوم 5 صلوات، لو فرضنا أن الصلاة الواحدة مدتها 5 دقائق، لا أنا بزيد 10 دقائق، يعني كم صلاة في اليوم؟ 5، والوقت 50 دقيقة، أقل من ساعة، أقل من ساعة لله وأكثر من 23 ساعة لك. فكر فيها بالدنيا باللي تريده فيما أباحه الله، فقط أقل من ساعة لله. لا، حتى هذه 10 دقائق الواحدة نحولها إلى الدنيا. صعبة. قد تقول لي طيب أنا أحضرت قلبي، ماذا أيضا؟ أقول لك هناك عمق آخر، لن نقف، هناك عمق آخر زيادة على حضور القلب، أكثر خشوعا وأكثر لذة. ما هو؟ هو الفهم. بعض الناس حاضر القلب، حاضر القلب، لكنه لا يفهم ماذا يحدث، وما يفهم ما الذي يفعله، ولا يفهم الكلام الذي يقال. دعونا نزور منافسا هو من أشهر منافسيكم في الصلاة، ما رأيكم؟ تفضلوا معي. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، نحن الآن في المسجد، واسمحوا لي أن أقدم لكم الذي ينافسكم في الصلاة. في الحقيقة إنه هذا العمود، وأنت أختي الكريمة الذي ينافسك في الصلاة هو عمود المنزل. كل عمود في المنزل أو المسجد فهو ينافسكم في الصلاة. إذا كنت تقف في الصلاة 10 دقائق فإنه يقف في المسجد 24 ساعة. فإن قلت لي أنا أسجد في الصلاة، أقول لك ومن قال أنك الوحيد الذي يسجد؟ حتى هذا يسجد. قال تعالى: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض؟ هو يسجد ولكنك لا تشعر به. فإن قلت أنا أسبح في الركوع وفي السجود، حتى هو يسبح. قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لا تحس به، هو يسبح. فإن قلت على الأقل أنا أقرأ القرآن، أقول لك ومن قال لك أنك أنت الوحيد الذي يقرأ القرآن؟ هناك غيرك من يقرأ القرآن. ما رأيكم؟ الأشياء التي تفعلها في الصلاة لست وحدك الذي يفعلها. لو سألت العمود ماذا قرأ الإمام لقال لك لا أدري. البغبغاء لو سألته ماذا قرأ لقال لا أدري. سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. نحن نسألك الآن، ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ كلاهما يدل على الرحمة، ما الفرق؟ قولك التحيات لله والصلوات والطيبات ما معناها؟ التسبيح ما معنى التسبيح؟ قد يقول قال تعظيم، أنا أريد أن أعرف سبحان ما معناها. كثير من الناس يظن أن الحمد هو نفسه الشكر، خطأ، يختلف. ما معنى تبارك اسمك وتعالى جدك؟ المشكلة أننا نردد أمورا لا نعرفها ثم نتساءل لماذا لا نخشع. ليس فقط أكبر أهدافك هو ألا تسرح، هذا أول عمق. الأمر الآخر هو أن تفهم، وإلا لا فرق بيننا وبين طيور تتكلم وربما أعمدة أخرى تعبد الله أيضا. سنكشف عن أسرار هذه الكلمات ومعانيها، فإذا انكشفت عليك وعرفت أبعادها سيتغير شعورك أصلا. بعد هذا البرنامج ستتغير صلاتك ولا شك بإذن واحد أحد. أخي الكريم، مسألة قبل أن أودعك، لا تقل لا أستطيع، لا تقل. إذا كنت أنت تريد أن تصلي فيستحيل أن الله عز وجل يطلب منك أن تخشع وأنت لا تستطيع أن تخشع. من قال أنك لا تستطيع؟ قل لا أريد. نعم، لا تقل لا أستطيع، تستطيع. الدليل أشياء كثيرة تستطيع فيها. ألا ترى الطالب إذا دخل في الاختبار ويعرف الإجابة وبقي 10 دقائق على تسليم الورقة والأسئلة فاضية بيضاء ليس فيها إجابة، أتراه يخرج من الاختبار فيسألونه لماذا لم تحل؟ يقول والله سرحت. مستحيل، أعرف الإجابة وأسرح؟ ما يسرح. لماذا؟ لأنه يستطيع كما أنك أنت تستطيع.
نفسك وذهنك وعقلك من الذي يملكه؟ أنت الذي تملكه وليس غيرك. كثير من الناس يشاهد الأفلام والمسلسلات ثم بعد انتهائه هل يوجد واحد منهم فقط ما فهم القصة لأنه سرحان؟ مستحيل. أخي الكريم، أنا أدعوك إلى أن تجتهد وأبشر، فإن الله أكرم ما تصور وأعظم ما تتخيل، يعطيك تلك اللذة إذا رآك فعلا تريد تلك اللذة واستعنت به يعطيك إياها. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله عز وجل كريم أكرم ما تصور وأكرم ما تخيل. أخي الكريم، بعد دخولك في هذه الأبعاد ستصل إلى مرحلة تتمنى ألا تنتهي الصلاة وتتمنى أن تبقى فيها أكثر، وسوف تشاهد ذلك فعلا، ولكن المسألة تحتاج منك إلى عزم. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي وأكبر بسم الله وأتلذذ بالصلاة.